صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. نداء الله تعالى لأهل الإيمان، وأهل الإيمان الذين كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تربوا على مائدة علمه ونهلوا من إيمان قلبه، فالله تعالى يناديهم وينادي كل مؤمن إلى يوم القيامة، المؤمن بالله الذي آمن بوحدانية الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم آمن بدين الإسلام وأنه دين يستحق الانتشار في هذا الوجود وهذا العالم، لأنه دين حق أتى بحق من إله حق. فالذي يؤمن بهذا الإيمان لا بد له من أعداء، لأن الحق أينما وجد لا بد أن يوجد له خصم وعدو، وأعداء الحق يريدون دائما إطفاء نور الحق، إطفاء نور الهداية، لئلا تصل الهداية إلى الخلق. والمؤمن في هذه الآية له صفات خاصة، ليس كل نداء في القرآن يدخل فيه هذه الصفات، كل نداء للإيمان له صفات خاصة به. فالإيمان هنا هو المؤمن الذي يتصف بالحذر وشدة الانتباه والفطانة، لا كما يوصف على البركة ولا كما يوصف أنه على غير وعي أو على غير فهم. وإذا كان المؤمن واعيا منتبها نشيط الفكر واسع الإدراك عظيم الهدف، يجب أن يكمل بحفظ السر، أن يكون حافظا للسر، وهذه صفة المؤمن التي نزلت الآية بسببه، أن يكون حافظاً لسره عن خصمه وعدوه، أن يكون منتبهاً لا يبث أسراره ولا ينشر ما يجب كتمه إلى من يخفي عداوة أو يخفي خصومة ويظهر المحبة. يا أيها الذين آمنوا، هذا الإيمان ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: المؤمن كيس فطن. المؤمن كيس، الكيس مرتاح
الكيس هو العاقل صاحب الوعي الناضج. إلى الآن في بلدة اللاذقية إذا كان شيء جيد شو بيقولوا عنه؟ كيس. بيقولوا عنه كيس يعني جيد. فالنبي قال المؤمن كيس يعني عاقل ناضج العقل، ناضج التفكير، ناضج الوعي. المؤمن كيس فطن، فطن من الذكاء من الفطانة، والفطانة صفة من صفات الأنبياء. ما أرسل الله نبيا إلا فطنا صاحب ذكاء خارق، لأن المؤمن ما بيتعب عليه، كن دائما واعي لخصمه ولعدوه إن كان في كلامه يقول شيئا ويبطن شيئا، فالمؤمن يكشف هذا. المؤمن كيس فطن حذر وقاف، حذر يعني دائما منتبه. الطير الحذر اللي دائما بيلتفت في حدا، هذا من حذره. كذلك المؤمن دائما حذر، ينتبه من أخصامه، من أعدائه، من أين يأتيه الضرر. لا يكون إنسانا بسيطا ولا إنسانا على بركة لا وعي ولا إدراك، هذا ما بلغ الإيمان. المؤمن كيس فطن حذر وقاف متثبت، وقاف متثبت يعني لا يتسارع في الحكم. إذا قلنا له فلان كذا ما فورا بيحكم عليه، وقاف حتى يتبين له الأمر. إن كان مسيئا نصحه، وإن كان مستقيما بشره وشد من همته وبلغه الفضيلة. فالمؤمن كيس. من الواحد بده يجيب العقل؟ هل يمكن للإنسان أن يزيد في عقله التي وهبه الله إياه؟ نعم، المؤمن يستطيع أن يزيد بعقله. عقل الإنسان بعض أوقات يكون محدودا في كسب مال أو في رزق أو في تجارة أو في معاملة، بيكون عقله محدود بالدنيا. فإذا خلط بعقله نور الله وهداية رسول الله توسع العقل حتى صار يتسع إلى الدنيا وإلى الآخرة. فعقل المؤمن عقل يتسع للدنيا وللدار الآخرة، أما عقل الدنيا فقط فهو عقل صغير محدود لا قيمة له، لأن عقل الدنيا موجود في الدواب، موجود في البهائم، وموجود في الطيور. الطير بيطير بيدور على الحبة وين موجودة، وانت عم تدور على اللقمة وين موجودة، فمثلك مثل الطير. الخروف بيدور وين الحشيش، بيروح بياكل من الحشيشات، وانت عم تدور وين الخبزة، عم تاخذ خبزة. فالعقل الدنيا يتساوى به الإنسان والحيوان، أما عقل الآخرة هذا خاص بالمؤمن. الآخرة لا حدود لها، فيصبح عقل المؤمن لا حدود له. هكذا أراد الإسلام أن يوسع عقل المؤمن وينضج عقل المؤمن حتى يجمع في عقله علوم الدنيا بما تعطيه الحياة الحسنة، وعقل الآخرة بما يكتسب به رضوان الله ومغفرته. فإذا المؤمن أدرك عقلين بدل العقل الواحد. فالمؤمن كيس فطن، بذكائه لا يفتش أين يأتي، من أين يأتي بالرزق. الرزق كتبه الله لك سيأتيك إن كنت تقيا لله من غير حساب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
لا يحتسب. أما الرزق الأكبر أن يكتب لك رزق الإيمان، رزق الهداية، رزق التوفيق، هذا رزق من أغلى أنواع الأرزاق ولا يدركه إلا كامل الإيمان. فالأرزاق نوعان، أرزاق الأبدان وهذا لكل المخلوقات، وأرزاق الإيمان من التوفيق، من العناية، من الخشية، من المحبة، من التقرب إلى الله، هذا كله رزق. فكيس فطن حذر وقاف، حذر يعني ينتبه. الانتباه كذلك هنا نوعان، انتباه من خصم في الدنيا يريد لك الضرر والأذى، وانتباه من عدوك الأكبر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تكون حذر من عدوك، فممكن عدوك الشيطان يستجلبك بما تميل إليه النفس حتى يوقعك في معاصي الله أو في غضب الله. فاحذر، كل ما أوصلك إلى الحرام فهو حرام، وكل ما أوقعك أو دلك على طريق نهايته خطأ فبدايته تكون خطأ. فاحذر، حذر وقاف، لا يتهم أحد ولا يطعن بأحد ولا يذكر نقيصة أحد، لا يعجل، لا يعجل. المؤمن دائما يتأنى، التأني من الله والعجلة من الشيطان. فالمؤمن دائما يتأنى في أعماله، في تجارته، في محبته، في صحبته مع أهله، دائما يتأنى. المؤمن تجده هادئا متأني، أما المنافق تجده عجولا. إن الإنسان خلق عجولا، أما المؤمن ما بيكون عجول، لأن المؤمن تخلق بأخلاق الله، ومن أخلاق الله التأني، التأني من الله. فتجد المؤمن دائما في حالة، في حالة هدوء، تأني، لا يقدم على العمل إلا بعد الدراسة، بعد الوعي، بعد معرفة النتائج. أما بمجرد ما واحد يقول له والله في تجارة، يقول له هي المصاري، هذا ما بيفهم، بده يدرس وأنواعها، شو مرابحها، تمشي بالسوق ولا ما بتمشي، واللي عم يعرض ترى على مستوى التجارة ولا مع مستواها. فحذر وقاف متثبت لا يعجل، عالم ورع، أي صفة المؤمن، عالم. العلم علمان، علم الحياة، وهذا ضروري لكل إنسان بده يعرف كيف يكتسب الرزق، هذا علم. أما واحد بمجرد ما يشتغل بالصنعة جمعتين قال والله صار يعرف يشتغل، بده يستلم بقى شغل ويشتغل، ما ممكن، هذا ما اسمه عالم. العالم هو من أتقن المصلحة في الحياة بحيث أن تسد رمقه وتكفيه وتكفي أهله، هذا العالم. والعالم في الآخرة هو الذي علم أن الله معه على كل حال، وعلم أن شرع الله هو الشرع الذي فيه عزة الإنسان وسعادته في الدنيا وفي الدار الآخرة. عالم ورع، الورع اتقاء الشبهات، هناك في حلال بين وفي حرام بين، أما الشبهة اشتبه أنه بيجوز ولا ما بيجوز، فالورع يترك الشبهات، يعتبرها حراما ويبتعد عنها خشية أن يقع في الحرام، أنه هذا بيجوز ولا ما بيجوز، أخي ما عندي شيء، يلا توكل على الله، بيجوز دخلت عليه الشبهة، ومن دخلت عليه الشبهة وقع في الحرام.
فالمؤمن بعيد عن الشبهات، هذا المؤمن عالم ورع، فهذه الصفة لهذا الإيمان الذي ورد في الآية. ثم عليه الصلاة والسلام كملنا الحديث قال والمنافق، إذا كان المؤمن فيها الصفات ما هي صفات المنافق؟ قال والمنافق همزة لمزة. الهماز هو الذي يعير الناس ويعيب عليهم بوجههم، واللماز الذي يلمزهم في غيبتهم. فاللي بيقول لك أخي أنا حر، أنا بقول للأعور أعور بعينه، أنا هيك أخي ما بعرف هيك وهيك، بقول له أعور بعينك، نقول له أنت هماز، أنت هماز، ويل لك، لأن المؤمن لا يعير الناس بوجوههم ولا يطعن بهم بكرامتهم ولا يؤذيهم، يفكر حاله أنه هو على حق، أنه بقول للأعور أعور بعينه. لك النصح ولك الإرشاد ولك الدلالة على الله، أما أن تعير مسلما بخطيئته أو توجه له ما فيه نقص لكرامته فهذا يعتبر هماز. واللماز الذي يعيب على الناس في غيبتهم، الذي يقال له المغتاب، فلان بيعمل كذا، فلان بيساوي كذا، فلان هذا مغتاب. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إذا كنت عم تحكي حديث وإجا بتكمل حديثك، لا بغيره، بغير الحديث، معناته كنت عم تحكي معصية. أما المؤمن إذا كان عم يتكلم على إنسان وأتى بيقول له والله جيت عم نحكي عليك كذا كذا، بيعرف إنه هالكلام ما بيسيء إله. أما إذا كان الكلام يسيء إليه أو ينقص من كرامته أو يحط من درجاته فهذا يعتبر غيبة. ولو قلت إجا فلان الطويل، راح فلان الأصيل، هذا المدربس، مين المدربس، هي كلها كلمات غيبة، كلمات غيبة. حتى قالوا رضي الله عنهم لو كنا في مجلس وقالوا فلان الفلاني، فقال رجل إيمونا من سيرته الله يعفي عنا وعنه، تعتبر غيبة من الغيبة الكبيرة، غيبة. شو معنى الله يعفي عنا وعنه؟ معناتها في له ذنوب كثيرة ما بدنا نحكي عنها، فهذا اغتابه ومفكر حاله انه ما حكى شيء. واكثر من ذلك الناس من جهلهم بيحكي عليه وبينفض اواعيبه، الله لا يجعله علينا مغيبة، ما هي بينفض اواعيب والله لا يجعله علينا مغيبة، اغتبته واكلت لحمه وهو ميت، وزنيت بامك وانت عم تنفض اواعيك انه ما يصير له غيبة. ما زنيت بأمك زنية واحدة، زنيت بأمك 2592 زنية، يزنيها بأمه من تكلم على أخيه المسلم، هذا وين؟ وبأمه وهو مسلم، فوين المسلم؟ ويل لكل همزة لمزة. هذا الهماز اللماز الويل له، الويل واد في جهنم، تستغيث جهنم من حره، من شدة حرارته جهنم تستغيث منه. هذا لمن؟ للمغتاب بغيبتك أو للذي يطعن فيك بوجهك. لكن أنت ما بتفهم، أنت واحد قليل أصل، أنت واحد كذا، هذا لماز، لماز هماز، بيحكي بوجهك أو بيحكي بغيبتك. فقال المهي صفة من صفات أهل النفاق، يا الله يتوب علي وعليكم، شو صاير فينا نحن في مجلس عم يخلى من الغيبة، من كلام على فلان أو فلان، أو اللي مساوي حاله مسلم وبيحكي على وش هاد، هذا بيقول له أنت أهلي كذا، وهذا بيقول له أنت فاعل كذا.
والمنافق همزة لمزة حطمة حطمة، دائما لا يقدر الناس ولا يعرف لهم كرامتهم، مثل الذي بيقول عم يحطم كرامة فلان. حطمة لا يقف عند شبهة ولا عند محرم، إذا وجد شبهة حللها، وإذا محرم بلاقيلها فتوى، بلاقيلها مدخل نباس، ما يضيع شيء، بده يأخذ كل شيء. هذا المنافق حطمة همزة لمزة حطمة لا يقف عند شبهة ولا عند محرم، كحاطب ليل، مثل الذي طلع بده يشتغل حطاب بالليل، بالليل بده يجمع الحطب، فممكن هو عما يجمع يطلع بإيده أفعى، ممكن يطلع بإيده عقرب يدغه، هذا كمان ما وعيان، عم يجمع كل شيء. كحاطب ليل لا يدري من أين كسب ولا فيما أنفق. هذه صفة المنافق. فلما نقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا، إذا المؤمن الذي يتصف بهذه الصفات، ليس هنا الإيمان الصلاة، وليس هو الإيمان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإيمان في كتم السر وأن تكون واعيا للحياة. فإذا كان الله منادينا يا أيها الذين آمنوا، موجودة صفات الإيمان فيكم؟ كيس، المؤمن كيس، فطن، حذر، وقاط، متثبت، لا يعجل، عالم، ورع. كم صفة؟ من صفات. فاللي موجودة فيه هالصفات الثمانية يقول لبيك اللهم لبيك، يلبي نداء الله، الله عم يناديه يا أيها الذين آمنوا. ما موجودة الصفات فيكم؟ كلنا إن شاء الله لازم تكون موجودة فينا. كيس، فطن، ممكن يا ترى توسع عقلك؟ نعم، العقل الإنساني المحدود يوسع بكتاب الله وسنة رسوله، كلما تلوت القرآن أكثر كلما نضج فيك العقل أوسع أكثر، وكلما درست سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديث النبي كلما ينضج العقل في معرفة الحياة ومداخلها وأساليبها وأسبابها. هكذا علوم النبوة توسع مدارك العقل حتى يصبح الإنسان من أنضج الخلق عقلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة هي التي تكون في الثوب، لما كل واحد لابس منكم جاكيت شوفي من جوا البطانة القريبة عليه، أي اسمها بطانة. كمان رفيقك وصاحبك والذي تأنس به والذي تتقرب منه وتتخذه خليلا فهو بطانة لك، هذا قريب لك، هذا بتفشيله أسرارك وبتفشيله قلبك وبتحكيله كل شيء أكثر من أخوك اللي من أمك وأبوك. تتخذه من مثل الأهل المقربين إليك بطانة لك. سبب نزول هذه الآية، كانوا الصحابة الأنصار في المدينة المنورة كانوا يعاهدوا اليهود، يتعاهدوا معهم ويتآخوا معهم ويصير بيناتهم المودة قبل ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان اليهود وين ساكنين؟ بالمدينة. فكانوا يجتمعوا مع الصحابة، والصحابة ما كان في لا دين ولا إسلام، كانوا على شرك،
فكانوا يتخذوا اليهود كقدوة إلهم، لأن اليهود أصحاب كتاب، فكانوا يمشوا معهم يستمعوا منهم. فلما أتى الإسلام ودخلوا في الإسلام وقامت اليهود محاربة لدين الله، محاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يهدأ لها بال إلا أن تبث المكائد والعداوات ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد الإسلام. فكان الصحابي يلي له صحبة بعد ما أسلم يروح يسهر عند اليهود، يسهر عندهم كأنه في صحبة ومودة ومعاهدة، يسهر عندهم ويتكلموا فيصيروا يستجروه بالحديث، شو حكى محمد، شو قال، شو عم يعمل، شو بده يخطط، فكان يحكي لهم فيكشف أسرار النبي عليه الصلاة والسلام، يكشف أسرار الإسلام لهم. بعض أوقات يقول لهم أنه أنا قاعد لح أعمل كذا كذا، فيتآمروا عليه من غير ما يشعر فيوقعونه في الأذى والضرر. فرب العزة الرحيم بخلقه، الرحيم بعباده، نبه المؤمنين عن مكر اليهود لئلا يمكروا بهم أو يوقعوهم في ضرر، فقال لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غيركم، من غير المؤمنين، من غير المسلمين. معنى ذلك أنه إذا بدك تتخذ صاحب أو حبيب بتتخذه مؤمن من المؤمنين، لأن المؤمن يكتم السر، المؤمن لا يبيح بما تتكلم له، لأن الحديث إذا حدثت أخاك بحديث فهو سر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثك أخوك بحديث وهو يلتفت فهي أمانة. عم يحاكي وعم يطلع حدث معاه، بيقول لك أنا بيني وبينك صار هذا الحديث أمانة، فلو تفوهت به إلى الغير فتعتبر خائن للأمانة، خائن. فالدين نبه المسلم أن لا يتخذ النصارى أو اليهود أو أعداء الدين، لا يتخذهم أصحابا ولا أحبابا، ولا يسهر عندهم، ولا يبث أحواله إلهم، ولا يحكي الأسرار إلهم، لأنهم ينتظرون كلمة يسمعونها حتى يتآمروا على الإسلام، حتى يتآمروا على الدين. مثل الآن لو فرضنا إنسان أراد أن يتاجر تجارة، فراح حكى لبعض رفقائه من التجار أنه والله أنا ناوي أعمل مشروع الفلاني، المشروع الفلاني حابب ساوي كذا، شو بيقول له دغري؟ اللي أوعى تخسر وما في مربح وما في مين يشتغل، ما بيحط له عزايمه، لما بيترك بروح هداك بيشتغل المشروع. فلذلك المشروع قال لا يجوز أن يشاور الإنسان صاحب مصلحة، صاحب مصلحة بالمشورة، بدك تسأله على المشورة اللي انت فيها بياخدها منك، فبدك تكون عاقل فطن، ما تحكي أسرارك وشو بدك تشتغل، خلي أسرارك عندك، أشغالك خاصة بك، تجارتك خاصة بك. فنبه الله المؤمنين في هذه الآية أن لا يتشاوروا مع اليهود، ما يشاوروهم ولا يتاجروا معهم ولا يسهروا معهم في السهرات، خشية أن تزل بهم، يزل بهم اللسان فيتكلموا شيئا من أسرار الدعوة، من أسرار الإسلام. إن الإسلام ما في سر كله، لكن بدك تهيئ لنشر الدعوة، العدو ما بيرضى،
العدو بيوقف تجاه الدعوة تبعك، فلازم يكون عملك عملك مكتوم حتى تصل إلى ما تريد. والحديث عليه الصلاة والسلام قال: صلى الله عليك يا رسول الله، من كتم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. أي حاجة بدك تشتغلها خليها سر، لا تحكيها. كم من واحد حكى سبه لجاره فراح دق عليه، راح ضيق عليه وأخذ منه. كم من واحد حكى لرفيقه بده ياخذ فلاني، بده يتزوج فلاني، بيروح بيحكي انه اعقل الزوج هذا كذا، بيروح هو بيخطبها بياخذها. فالاسرار خليها بينك وبين نفسك، واذا انت ما كتمت سرك لا تلوم غيرك اذا فشى سرك. اذا انت ضاق صدرك عن سرك لا تلوم غيرك اذا لم يكتم السر. فآية من دونكم، كلمة من دونكم يعني اجتنبوا أعداءكم المتآمرين عليكم، اجتنبوا أخصام الدعوة، أخصام الرسالة، اجتنب دائما من يتآمر عليك. ممكن يكون ابن عمك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون أخوك. كانوا في إنسان عينه ضيقة، في إنسان صدره حرج حقد حسد، فانتبه وكون حذر ووقاط من هؤلاء حتى ما تقع في شر الأعمال. وإذا أراد الإنسان أن يبيح بسره لإنسان فلا تبح بسرك إلا لمن فيه صفات الإيمان. أول صفات الإيمان للسر أن تجربه وتختبره، تجربة واختبار من الفحص له. إذا كتم نعطيه الأسرار، وإذا ما كتم لا تعطيه. أول كل احكي له كلمة عادية يعني على مشان فلان ومشان فلان. إذا بلغ وصل الكلام عرفوا أنه إنسان ما بيكتم سر، فلا تبح له بسر. وإذا كتم معناتها إنسان أمين، والأمين لا يخون الأسرار. فأولا لابد من التجربة والاختبار في مدة الصحبة. لما بدك تصاحبه ما مجرد ما تصاحبه تعطيه أسرارك وقلبك، إن قال حبه وما دام حبه بيحكي له كل شيء. لك يا ابني النبي عم يقول عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. اللي اليوم حبيته وبتعطيه أسرارك ممكن بكرة يصير عدوك. إذا بده يصير عدوك بده يكشف كل أسرارك، بيفضحك. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما. إذا حاربت واحد عاديته كمان خلي للصلح مطرح. وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فما بيقولوا لا تأخذ صاحبك إلا من بعد قتله ولا خناقة، من بعد لو صار، بس لا تكشف الأسرار كلها. ممكن يصالحك ترجعوا أحباب. فإذا كان حاكي كل شيء ما خليت للصلح مطرح. لذلك عند العوام شو بيقول؟ خاني وخلي للصلح مطرح. فصلى الله على معلم الناس الخير: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فإنت تعرف تختبره بالصحبة. إذا صاحبته أو جاورته
صار جار إلك، الجار بيعرف أسرار جاره. أو عاملته بالدرهم والدينار، تعرفوا لما بتعامله إذا كان بطيء الوفاء، إذا كان بخيل، إذا كان مماطل، فإياك وإياك. وإن كان يفي بوعده وبوقته ولا يقصر فهذا الصاحب فيه خير. أو بالسفر، إذا سافرت معه، والسفر يكشف عن أخلاق الرجال، فبتعرف أنه هل هو صالح أو غير صالح. في واحد بالبلد بتلاقيه أمين، بتلاقيه ما شاء الله أديب وأخلاق وصحيح، بالسفر أخلاق بتطلع سيز، بخانق، بعيد، بده مين يخدمه، بده مين كذا، هو ما بيشتغل، اوعى انت وياه. لذلك سيدنا عمر لما اتى اليه رجل فيه عليق وقضى، قال له جيب لي مين يزكيك، جيب مين يشهد لك. فراح جاب واحد، سيدنا عمر قال له شو بتشهد؟ قال له رجل صالح تقي مؤمن خاشع ما شاء الله كان. قال له هل جاورته؟ سكن جاره شيء؟ قال له لا. قال له هل صاحبته؟ قال له لا. قال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالبيضاء والصفراء؟ قال لا. قال له اذهب فأنت لا تعرفه، روح لما تعرفه، روح جيب واحد يزكيه، يكون صاحبك أو جاورك أو سافر معك أو عاملك. وهون المحك، المحك عند المصاري، لما بياخذ منك وبدينه يا ترى بيوفي بالوقت؟ هلا إذا بدنا نسأل يلي بيحضروا بالجامع يلي من دينه، يا ترى بيقول بعد شهر أو بعد شهر ونص، كم واحد بيوفي بالوعد؟ كم واحد؟ أتمنى لو يوجد في الألف واحد، بتمنى يوجد بالألف واحد بيقول بعد شهر، لكن بتروح شهرين وثلاثة وأربعة. لذلك هذا ما رزق الإيمان الصالح. المؤمن إذا وعد وفى، أما إذا وعد وأخلف فهو منافق وليس بمؤمن. إياك وإياه، لا تجاوره ولا تشاركه ولا تصاحبه ولا تسافر معه ما دام بطيء ومماطل بدفع المال، لا يعرف حقا لغيره مهما كانت عبادته. لو عم يفرد السجادة بالهواء واقف عم يصلي عليها، إياك أن تغتر به. لا تغتر إلا بمن يملك هذه الأربعة، صحبة أو جوار أو سفر أو إيش معاملة. إذا جربته عندها نقول بسم الله، وإلا فإذا وجدت أن فلان لم يتغير أو كان فلان عم يشتغل، طالعته من الشغل، عزلته وبقي على مودته وصحبته، فهذا صاحب مخلص. أما إذا قصرت عليه تركته ماشي، لا خير في صحبته. فمن وجدت عنده هذه الأربع، فإن كان كبيرا اتخذه أبا لك، وإن كان صغيرا اتخذه ولدا، وإن كان مماثلا فاتخذه أخا. فهذا عملة نادرة في هذا الزمان، هذا من المجوهرات الغالية، لأن في هذا الزمان مثل ما النبي وصف في آخر الزمان، مرجت عهودهم وضاعت أماناتهم. لما بتضيع الأمانة وما بقى في عهد ولا وعد، فهذا إياك وإياه
وإن كان من أقرب الناس إليه. الله. فلذلك لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تكشوا أسراركم إلى من هو دونكم. ألا أنا بقول لك لا تبشي سرك حتى لأخيك، خلي سرك يا ابني بقلبك. كانوا ينصحون الأوائل رحمة الله عليهم يلي قبل 50 و60 سنة، كانوا يقولوا يا ابني لا تعطي سرك لأحد، وإذا ضاق صدرك بسرك ارفع طرف الابساط واحكي سرك تحته، طرف الابساط احكي سرك تحته ولا تعطيه لأحد، لأنه قليل من يكتم السر. وإذا كان كشفت السر تبعك فمعناته فضحك عند الناس. وكما قال الشاعر: إن الرجال صناديق مقفلة، إن الرجال صناديق مقفلة وما مفاتيحها إلا التجارب. بتجربوا لما بتشوفوا إنه كتوم إن أعطيه السر، أما إذا ما بيكتم وأحسن شيء تخبي، أنت تخبي سرك، خبي سرك عندك. لو سألتكم سؤال: إذا معك مصاري، معك شيء 50 ليرة ذهب، تحملهم هيك وبتمشي فيهم؟ بيعملها؟ إذا حاملهم وماشي فيهم قدام الناس شو معناتها؟ معناتها اللي بيحب يخطفهم يخطفهم. فذهبك بتحافظ عليه حتى ما حدا يشوفك. سرك أغلى من ذهبك، سرك أغلى من ذهبك. فكما أنك بتخبي ذهبك أن لا تتسلط عليه اللصوص، كذلك خبي سرك لا تمكن عدوك منه. فإذا عدوك اطلع على سرك عم ينتظرك على نقرة حتى يفضحك بين الناس ويكشف سترك ويوقعك في شغل العمل، فاحذر ما استطعت. والرجل الذي يظن بسره، أفضل الرجال من ظن بسره عن المرأة، أكثر من يكشف السر هي المرأة. ما بتحسن السر بالنسبة إلى مثل الجمرة على إيدها، بتم بتقول آخ لحتى ترميها، ومتى ما أعطيتها السر ما بقت تحسن. ولو قلت لها بيني وبينك ما بتطلع لبراها، اوعي تاني يوم تسمع الحديث برا. مين حكى؟ والله أنا ما حكيت إلا لأمي، بس قلت لها يا ماما اوعك تحكي لحدا. وأما قالت لها بنتها يا بنتي اوعك تحكي لحدا، وبنت قالت لجارتها يا جارتي لا تحكي لحدا. وكل سر فارق الإسنان الشفتين، يعني كل سر فارق الإسنان شاع. فليش حتى تعطي سرك لغيرك؟ بيجي بعدين بيلوم بيقول أخي أنا هيك حطيت السر عندك أنت بتكتم. يقول لك أخي إذا أنت صاحب السر ما كتمته، أنا بدي أكتم لك يا كنت أنت بتكتمه عني وأنت أفضل. فلذلك قالوا: إذا المرء أفشى سره بلسانه، إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. أنت أفشيت سرك بتقول له ليش أخي ما كتمت؟ إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه، إذا أنت صدرك ضاق عن سرك فصدر الذي يستودع السر أضيق. يلي أعطيته سرك صدره أضيق من صدرك، أنت صاحب الغرمة، فشلون عم تسلم مالك لغيرك؟ سرك أغلى من مالك.
فالآية اليوم في كتم السر أن لا تكشف سرك لغيرك، هذا سواء كان السر الخاص بك أو كان السر الخاص بالأمة. لو كان مثلا إنسان وقع أسيرا يقتل ولا يبيح بسره، شو في عنكم، شو في، شو عم يصير، شو عم يساو، لا يبيح بالسر، يقتل ولا يبيح بسره، هذا المؤمن. أما الذي يكشف أسرار دولته أو يكشف أسرار الجيش أو يكشف أسرار الحياة فهذا إنسان لا يصلح للحياة، هذا إنسان قتله أولى. لذلك بالجيش إذا واحد كشف السر شو بيعملوا له؟ بيعملوا له محكمة ميدانية، ميدانية يعني فورا بيحكموا عليه بالإعدام وبينفذوا فيه فورا لأنه كشف السر. فبده يتعلم المسلم، المسلم بده يتعلم كتم السر الداخل والخارج، في بيتك سر البيت، سر زوجتك ما يطلع لبرا. فإذا كان سر الزوجة أخرجه لبرا أو الزوجة طالع السر بيتها لبرا فهذه امرأة خائنة لزوجها أو الرجل. ولما النبي كان مع الصحابة رضوان الله عليهم وقال إن الرجل وإن المرأة لتخلو بصاحبتها فتخبرها، فقامت فتاة قالت إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم لا يفعلون. يعني المرأة بتحكي شو عملت بينها وبين جوزها والرجال بيحكي. فالنبي قال مثل ذلك كمثل حمار أتى أتانا في الطريق، حمار شاف حمارة بالطريق ونط عليها، فهذا الله ستره بالبيت طلع فضح حاله، وهي الله ستره طلعت فضحت حاله. فهذا سر في البيت، متى ما انفتح الباب ما بيصح يطلع شيء من داخل الغرفة لبرا. غرفة الزوجية غرفة الأمانة، صندوق الأمانة، فكل حديث يكون فيها بين الزوجة والزوج ما بيصح يطلع عليه لا ولد ولا بنت ولا أخ ولا أم، هذا سر البيت، متى ما انفتح الباب ما عاد يطلع. فالمرأة التي تكشف سر زوجها بيعوها ولو بنش، بنش يعني بقرش، أنا عندي القرش غالي عليها، بيعوها بقشرة بصل أنتني. المرأة التي تكشف سر زوجها لا كرامة لها ولا مكانة، بل ولا مهر لها، أنه ما بتسوى شيء. فهذا كتم السر الداخلي. كما أنه لو البنت سمعت من أمها شيئا أو الابن سمع من أبيه شيئا فهذا سر لا يجوز أن نطلع عليه هذا أو نطلع عليه هذه. هذا سر البيت، سر المصلحة، سر العمل، عم يشتغل بشركة في إلها أسرار، يعطي أسرار الشركة إلى شركة ثانية مقابل مال، مقابل شيء، فهذا خائن، خائن، فلا يؤخذ بقوله ولا يعامل. ولو عاملته الشركة لحتى يوصل لها الأسرار بعدين بتبزقه بتكبه، صار ما عنده كرامة. ومما حصل من جديد منذ الأسبوعين الفائتين، فتاة متزوجة ولها 3 أولاد وزوجها أتى برفيقه إلى البيت، فالرفيق تردد 2 أو 3، حصل بينه وبين زوجة رفيقه شيء، نظرات غير نظرات، صعدين صار التليفونات، فعلمها ضد جوزها، جوزك ما بيعرف كرامتك، جوزك ما بيعرف قيمتك، حارديه حارنيه علي
فصدف مرة اجى لعنده وعلى حسب ما مرتب هو وياها نفرت بجوزها قدام رفيقه وعيطت وخانقت، فالتفت لرفيقه قال له لك ليش عم تسكت عليها؟ لك شو انت جبان؟ إيه ما فيك دم؟ إيه قدامي عم تخانق؟ لك طلقها وخلص منها. فهذاك كمان حملته الحمية طلقها، طلق زوجته. ثاني يوم كتبت كتابة على رفيقه، ما انه هذا زنا وحرام، ده تأخذ عدتها من الأولاني ثلاث حيضات. ثاني يوم كتبت كتابة وقعدت مع رفيق جوزها، شوفوا الخيانة. فبعد 4 أشهر الجديد بهدلها وقلعها، قلعها. قالت له ترك جوزي وأولادي، قال له لو كان فيكي خير لكان فيكي خير لأولادك، كان فيكي خير لجوزك، ما دام خنتي زوجك فبكره بتخونيني كمان. قلعها. بيت أهلها ما قبلوها، وبين زوجها ما رجعها، فبقيت في الشوارع. هذه الخيانة يعني. ففي خيانة السر، خيانة الكرامة، لا كرامة لمن خان. فالله عم ينبهنا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني أقل منكم، اوعى تتخذوا مثل البطانة قريب عليك، ما تعطي أسرارك إلا إله، ما تكشف خباياك إلا إله، لأنه أنت بتنعرف من صاحبك. النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان خليلك لا سر عنده، قائم، أنت شو بتطلع؟ بدك تطلع مثله. إذا كان جليسك، إذا جليسك كان قليل الدين، أنت شو بتطلع؟ قليل دين. عن المرء لا تسأل، واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كان صاحبك من أولياء الله، أنت من أولياء الله. إذا كان صاحبك وأخوك خليلك، إذا كان من المقربين إلى الله فأنت من المقربين، وإذا كان العكس فالعكس. لا تتخذوا بطانة من دونكم. بهذا ورد كذلك في تفسير هذه الآية، فسرها الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا تستضيئوا بنار أهل الشرك، لا تستضيئوا بنار أهل الشرك ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، لا تستضيئوا بنار أهل الشرك ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا. فلما قرأوا الحديث التابعين ما عرفوا شو معناته، قال حتى أتوا إلى الحسن البصري قالوا له سمعنا هذا الحديث عن رسول الله لكن ما عرفنا معناه. شو معنى لا تستضيئوا بنار أهل الشرك؟ يعني إذا شعلوا نار ما نتدفع عليها ولا ما نتضوى فيها، وما نختم على الختم تبعنا عربي، يعني ما نكتب عليه باللغة العربية، نكتب عليه باللغة الفارسية أو اللغة الإنجليزية. فقال لا ليس ذلك، لكن لا تنقشوا على خواتيمكم محمد، اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنقشوا على الخاتم، إن الخاتم أغلب الناس وين بيلبسوه؟ باليسار، واليسار بدك تستعملها للحاجة، لقضاء الحاجة، فبتعرض اسم النبي عليه الصلاة والسلام للأذى، فلا يصح ذلك. لا تختموا على
لا تنقشوا في خواتمكم محمد. وأما قوله لا تستضيئوا بنار أهل الشرك، أي لا تستشيروهم في شيء، لا تستشيروهم في شيء من أموركم، تشاور مسيحي، تشاور يهودي، تشاور خصم لدينك، عدو لشريعتك. فإذا بدك تشاوره، تشاور واحد خصم لتجارتك، خصم لمحلك، تيجي بدك تشاوره لحيعطيك المشورة الصالحة، بده يحط لك مثل ما بيقولوا، بده ينجر لك خازو حتى يخرب البيت تبعك. فليش؟ لا تستضيء بنار أهل الشرك. ولعل الاستضاءة السهر معهم وإطالة النجوى والحديث الليلي، تقعد تسهر معهم، تحكي انت وياهم، بيستجروك بالكلام، بصير بتحكي كل شيء. فأنت أطلعت أعداء الدين على أسرار الدين، هذا لازم كله ننتبه له من هذه الآية. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا. آلة في الأمر يألو إذا قصر فيه وأفسد، فيألونكم فسادا يعني لا يتركون جهدا في فسادكم. فإنهم وإن صافوكم ظاهرا، بالظاهر بين لك بحبك وبودك بتقرب إليك، لو بين لك الود في ظاهرك، لكن لا يترك المكر والخداع باطنا، فظاهره شيء وباطنه شيء، فبدك تكون حذر لا تقع في ذلك. فدائما يسعون في إضلالكم من ناحية المكر والخداع، هذول أعداء الإسلام، أعداء الدين. هلأ أعداء المشايخ يا ابني، أعداء المشايخ، أعداء الدعوة، هلأ بيتم بيحطلك بيبين لك بودك بحبك بأنه هو يريد لك النجاح ويريد لك السعادة، وبيطعن لك بالشيخ وبيطعن بمجالس العلم حتى يقطعك عن مجالس العلم. فبدك تأخذ حذرك من هؤلاء الأعداء، هدول أبلغ بالعداوة أبلغ من غيرهم. سيدنا الشيخ محي الدين رضي الله عنه وأرضاهم سماهم قطاع الطريق. في واحد بيقطع الطريق بياخذ منك المصاري، هذا قطع الطريق عن الإيمان، قطع طريقك عن محبة الله، قطع الطريق عن صلتك بالله، فاحذر منه. ومتى ما رأيتم من يطعن بالشيوخ أو يذكر العلماء بنقص فابتعد عنه مهما كان وأيا كان، فيريد لك الضلال من حيث أنك ترى منه المودة والوفاء والإخاء، وما شاء الله من حبك بودك. وفي لهم قاعدة، شوف لما بتكون على معصية ما بي بيلتفت إليك، لا بينصحك ولا بيرشدك ولا بيذكرك ولا بيدلك على معصية، على خطيئة، على ما بيحكي معك. لما بيشوفك جيت لعند الشيخ وتعلقت بدينك بيشتغل بقى، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك بالمدافع بالقذائف، بيتم بيطعم بالشيخ بيطعم بالجامع. لك إلا لما كنت أنا على معصية ما دليتني ولا نصحتني، هلا لما صرت صاحب دين هلا صرت تغار على دينك؟ تغار على الدين؟ أي دين غار عليه؟ غار على الدين اللي رح يشوفك رح تكمل فيه. فبده إياك تبقى في ضلالك وتبقى في شركك أو تبقى في معصيتك. فانتبهوا يا أخواني من أعداء الإيمان، من أعداء الدعوة، من أعداء الرسالة، هدول انتبهوا منهم، فلعل الواحد منهم أضر عليكم من الثعبان. الثعبان يا ابني لو أرصك
بموت جسدك تموت شهيدا، أما هذا بيعصك بدينك فبموتك، بموتك منافق، بموتك على غير الإيمان. فاحذروا كل الحذر من أعداء الإيمان في كل زمان في كل وقت حتى ما يأثروا عليكم، لا يألونكم خبالا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالوا له في غلام من أهل الحيرة نصراني لكن حافظ وكاتب عنده وعي وكتابته جيدة، فلو اتخذته كاتبا، تحطه عندك كاتب لأنه هذا شيء أليم من مثاله بحفظه وكتابته. فقال قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. إذا بدي اتخذه معناته صار إلي بطانة من دون المؤمنين، في مؤمنين ليش حتى أخذ غير المؤمنين؟ هلا في بعض الناس بده يتزوج مسيحية، يعني ما بقى في بنات مؤمنات حتى تروح تتزوج مسيحية، خلي أهل دين مسيحية للمسيحيين، أنت خذ مؤمنة، في مؤمنات. فصاير مسيحي عم يعلق بالمسلمة والمسلمة عم تعلق بالمسيحي، وهذا غير جائز. فالمفروض في الإنسان أن لا يتخذ بطانة من دون المؤمنين. والزوجة أشد بطانة، بدك تحكي لها بيتزوجها على غير، فبيكون لها صلة وبتوصل كل الأخبار لبرا. الله يعفي عنا قديش الناس صاروا في حالة غفلة. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. دائما بيستعملوا ضدكم المؤامرات. قدم أبو موسى الأشعري على سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جايب معه حساب المدينة اللي كانت فيها، فرفعه إلى سيدنا عمر فأعجبه نظامه تكتيبه جمعه كذا شيء جيد. فقال لأبي موسى أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ الكاتب اللي جاء هذا شيء جيد، خلي يقرأ لنا كتاب. فقال إنه لا يدخل المسجد. قال له هذا الكاتب تبعي ما فوت على الجامع. قال لماذا؟ أجنب هو؟ جنب؟ قال لا، إنه نصراني. فغضب عمر وانتهره، خانه لأبو موسى الأشعري وقال لا تدنهم وقد أقصاهم الله. الله أبعدهم، تيجي أنت بتقربهم، لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خونهم الله. أهل الكتاب من أهل الكتاب ممن يتآمر على الإسلام، هذا إذا كان ممن ثبت بالصحبة تآمره. أما إذا ثبتت أمانته وثبت وفاؤه للبلد وثبت إخلاصه للبلد فلا مانع من المعاملة ولا مانع من المصاحبة، لأنه ثبت إخلاصه. قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله ما بينهاك تبره وتدفعله، معلش، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا، هدول لا تتخذوهم أصحاب. فإذا المواطن الصالح، المواطن الأمين،
المواطن الذي يحفظ للبلد كرامتها نعامله بكل المعاملة، ما في مانع على أي دين كان. أما المواطن المخادع أو المكار الذي ينقل أسرار البلد والذي يعادي المؤمنين ويعادي الإسلام، فهذا لا نصاحبه ولا نعامله ونحذره كل الحذر. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا. الخبال هو الإفساد والإضلال وما يوصل الإنسان إلى تبديل كماله بنقص وتبديل سعادته بشقاء. فقال لا تصحبوهم ولا تمشوا، لا تمشوا عليهم معهم. ودوا ما عنتم، ودوا يعني يتمنوا، والعنت هو الهلاك، يعني يتمنون هلاككم وهم يظهرون لكم المودة. ظاهروا في مودة لكن الباطن توا شو عم يتمنى لك؟ الهلاك. ودوا ما عنتم، الوداد من المحبة والعنت الهلاك. فظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. فالله عم يقول انتبهوا، هؤلاء أخصام وأعداء، هذول اللي كانوا اليهود اللي كانوا بالمدينة، النبي الله عم يحذر منهم. والله بينهم في آية ثانية قال لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا عهد لهم ولا ذمة. لو عاهدوكم ولو بايعوكم لا عهد لهم ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، يعني قلوبهم مليانة حقد مليانة حسد. فلذلك لا تعاملوهم ولا تصحبوهم. هلا هي بالنسبة ليهود المدينة راحوا، النبي أخرجهم من المدينة وانتهى. هي الآية هلا، هي الآن مين المراد فيها؟ المراد فيها كل من أضاع دينه، كل من خالف شرعه، كل من عصى ربه، كل من أعرض عن الإسلام ولم يتقيد بدين. فلا تعطيه سرك ولا تصحبه ولا تشاركه ولا تعامله إذا كان غير أمين على دين الله. لح يطلع أمين على مالك؟ إذا ما طلع أمين على كتاب الله لح يطلع أمين على سرك؟ فخذوا حذركم ممن يعادي دين الله أو يخالف شرع الله عز وجل. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ظهورا وأعلنوها عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام وعداوة لرسول الله، سواء اليهود أو أهل النفاق. منافقين كانوا يخبوا حالهم، يبينوا حالهم من برا مؤمنين هو من جوا كافر. المنافقين هذن كانوا أفضل من منافقين هالزمان، منافقين يعني كانوا بزمن النبي أفضل من منافقين هالزمان. هذا كان ظاهره يبين المودة والمحبة ومن جوا في عداوة. هلا العداوة من برا ومن جوا، حرب على الإسلام من برا ومن جوا. إن شافك عم تصلي بحاربك، وإن شافك بدك تروح إلى مجلس العلم بعاديك، وإن شافك بدك تذكر الله بيعمل 50 مؤامرة، مرة بيقول لك مجوسية ومرة بيقول لك هي بدعة. هذا كله حرب ظاهرا وباطنا. يطلعوا أشر من مين؟ أشر من اللي كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قد بدت البغضاء من أفواههم
وما تخفي صدورهم أكبر. القرآن يكشف أسرار القلوب، أسرار المنافقين وأسرار أعداء الإسلام. وما تخفي صدورهم أكبر، يعني مما يظهرونه. قد بينا لكم الآيات، من القائل؟ الله. قد بينا، تبين لكم الآن معنى الآية، فهمتوها؟ قد بينا لكم الآيات، يعني التي تدل أن المخلص في دينه هو مخلص لك، وأن المعادي لدينه هو عدو لك وإن أظهر المودة. قد بينا لكم الآيات، فأنتوا الآن تنتفعوا بالآيات، تنتفعوا بالدرس، بشرط الله شرطه، إن كنتم تعقلون. إذا فيك عقل تنتفع بما سمعت. شو سمعت من الآيات؟ إذا في عقل. وإذا ما في عقل تقول أخي والله رفيقي أنا ما في مثل حكايته، والله هذا صاحبنا ما في مثل حكايته، هذا والله أنا بعطيك الأسرار يا أخي، أنا بأمنه على كل شيء. ومن مأمنه يؤتى الحذر، يلي دائما يكون آخذ احتياطه من محل الأمان بندأ، فخذ حذرك حتى من أقرب الناس إليه. ولا مانع للإنسان أن يحذر الناس، في مانع من الحذر؟ خذ احتياطك، إن طلع صالح ما انضريت، أما إذا طلع غير صالح بتكون أنت آخذ الاحتياط. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، يعني عن الله كلامه. فإذا عقلتم القرآن وعقلتم أحاديث النبي التي سمعتموها وعقلتم المواعظ، عندها بتنتفعوا بآية القرآن، وإلا فيكون القرآن سمعتموه ولم تعملوا به. ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد أمين، وإلى روح سيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي، وإلى روح سيدنا الشيخ محي الدين ابن عربي. اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم، واجعله نورا يتلألأ بين أيديهم. اللهم زد في حسناتهم، وارفع درجاتهم، وانفعنا من بركاتهم، واجعل مثل ثواب ذلك في صحيفة آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وسابقة إلى قبورنا. اللهم ألهم رئيسنا العمل بكتابك والأخذ بسنة نبيك. اللهم وفقه لما فيه الرشد وجنبه الزلل. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لفت انتباهي هالورقة هي، قال أين الأمانة في هذا الزمن، وخصوصا من الدعاة والذين يحضرون مجالس العلم. أنا شو عم أقول لكم يا ابني؟ خذوا حزبكم من كل مين؟ من كل واحد. ممكن واحد يجي يا ابني للدرس بحيلة الدرس منشان يدق بمالك ومال الثاني. أنت بتشوفه بالدرس بتفكره منيح؟ لا يا ابني، هذا جاي لغاية. لما في ناس بيطلعوا على الحج مشان السرقة، قدام الحجر الأسود عم بشق بطنهم مشان ياخذ المصاري. كنا داك حاطط الشنطة بالموش، بشق له الشنطة بيروح له بطنه مشان ياخذ المصاري. وقدام الكعبة أنا ما رايح للحج، رايح للسرقة. وما في جماعة بيجوا للجامع مشان يسرقوا الصبابيط، هذا جاي يحضر الدرس. كمان في جماعة بيجي للجامع بحيلة الدرس مشان انت تظنه صالح وتقي، بده يتدين منك بالدينه وبعدين شلاها حمد. لذلك انا بحكي لكم دائما ما بتدين احد ولا بتعامل احد، حتى اللي من اهل الجامع لو بدكم تعاملوني الي اذا بدكم تعاملوني، لا حدا يديني الا ياخذ رهن. لا يقول شيخنا، لا، خذ رهن ولا ترضى اكتب لك ورقه وامضي لك اياها، تاخذ مقابل المال رهن. اما تقول هذا شيخنا، لا. لو كنت انا، فاذا انا عم بحكي لكم هيك معناتها بين بعضكم شو لازم تكون؟ خذوا حذركم واحتياطكم، انه ما بتعرف انت بتجي تعامل هذا بتعامل هذا. لو سالت الشيخ بيحكي لك، انا لو قلت لي بدي عامل فلان او بدي عامل فلان، بعرف اجا اخ جايب لي مبلغ بده شغل له اياه، قلت له انا ما بشتغل الشغله. يا سيدي انت بتعرف من الاخوان كذا، قلت له اسمع مني كلمه. قال لي تفضل. قلت له اذا شفت حدا من الاخوان حاطط سجاده بيت بالهواء وعم يصلي، عم يتوضى من ماء السماء وعم يصلي على السجاده، اوعى تدينه، اوعى تشغله، خلي مصريتك برشك، مع السلامه. انت اذا ما كنت حريص على حالك، انا شو بدي اعمل لك؟ بيروحوا بيعاملوا بعضهم، بعدين شيخي والله اكلوا علينا. لما عاملته ما جيت سالتني. فخذوا حذركم يا ابني بالمال. قول النبي عليه الصلاة والسلام بالمال شو؟ احترسوا من الناس بسوء الظن، هي عند المعاملة. فسيء ظنك حتى بأتقى الناس، انه يمكن بده ياكل مالك، توب وراء وخذ شهود، خذ مقابلهم مننا رهن حتى تضمن مالك، وإلا بتكون انت مفرط، والمفرط أولى بالخسارة. ويلي عم يشتغل عم يصلي بالجماعة، لا يا ابني ما بيحق لك، انت عامل تصلي بالجماعة. اذا معلمك ما بيأذن لك فصلاتك بالجماعة غير صحيحة، بتصلي في المحل حتى تأدي العمل، وإلا اذا كان عم تدري بتروح تصلي ومعلمك ما رضيان، معلمك معه حق، هذا الوقت وقته، بس بتصلي الفرض والسنة بتصليها عشية. والله يغفر
للمتوفى ويشفي المرضى ويتوب علينا وعليكم جميعا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الملائكة الذين يكتبون على الإنسان ما عمل، سائق وشهيد، يلي بيكتب الحسنات ويلي بيكتب السيئات. واستكبروا وعتوا في شرقها والمغرب. كم مشوا في غيهم واستكبروا وعتوا في شرقها والمغرب. ذكريهم يا رباح الطيرين، ذكريهم.